فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لنبتة القات، يقول بالنسبة لنبتة القات، نعم، يقول حصل فيها خلاف بين بعض أهل العلم من ناحية بيعها وشرائها، ما حكم ذلك؟ ما هي العبرة بالخلاف؟ العبرة بالدليل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخبائث وبيع الأشياء الضارة، وهذا كله في القات، فإنه ضار وخبيث ومفتر، نهى عن كل مسكر ومفتر، والقات مفتر، ولذلك يخزنون ويجلسون المدة الطويلة ولا يصلون، حتى تمر الصلوات عليهم ولا يصلون، لأنهم خزن، يقول مخزن، فهو خبيث، ما يجوز. القات أشد من الدخان، القات أشد من الدخان، نعم. ولا عبرة بمن خالف في ذلك من اللي يزرعون القات، بعضهم يزرعون القات فهم يخالفون في بيعه ويقولون هذا حلال، نعم، قد يكون طالب علم لكن لا عبرة به، نعم.